ليمون والمحمود جاي من ولاية تير زمور ومن مجتمع التآزر ومستفيدين التآزر مجتمع التآزر. فطرينا مع رئيس الجمهورية محمد والمحمد أحمد والشيخ القسواني وقطع دار الرئاسة جازي خير ولي بقينا من الإفطار ما انطرح النفم القنم والديوك والبل وش نقول لنا ما عدنا إذا الله نعرف بين السبعة وبقفهم هذا ما ركس وحده وشاكرينه وذاكرينه اللي هو محمد والشيخ القزواني وشاكرين مندوبية التوازر على الاستقبال استقبل ترم اللي فيه الاستقبال جيد وعلى سقيمهم وعلى انضباطهم وعلى أقربهم منا وعلى جوقتهم معانا. أنا ما قد دخلت قصر الرئاسي سابق محمد والشيخ القزواني أبدا ولا قد لقيت وزير مقرب له سابق الليلة دخولي القصر الرئاسي مجمعين معانا الوزارة صيفة عامة ما قد اللي جمعوا معانا فيك صيف وزير منه كامل اللي هو قاعد بين اتراحنا بين الناس الهشة اللي جاية من اطراف موريتانيا جاء ما بقعد ولاية ولا جية من موريتانيا ما جات وجات الناس اللي خلاط موريتانيا تقعد جاء سنوك جاء بيضاء وجاء ولف وجاء فلاح وجاء مرين كم جاء هو قاعد بينهم وضفر ما غيره قاعد ما بقى حار يجيبه بين الفقر هذا يشكروك وطالبين مولانا طالبين لمولانا التوفيق عدلنا الدواء وحكي أضو شوف أنا راعي كلام البنت الدواء عليه ولا ولا ما شاء والناس كامل هي قرون موريتان ور ما احنا قرون موريتان ور جاءت التأمين الصحي وجاءت الفضاء نقضا وراعي مجمع قرون موريتان كاملة راعي مجمع قرون ور ما في حد يقول انا انقبل وبلقى ضعمة الاخرى لان الفضاء تمشي في الوتات ويقسموها مناديب التآزر ولا يقوم صوت معناه ان ما خلق ظلم ومعناه ان ما فهم وساطة ومعناه ان ما فهم ما قادر قريب ولا بعيد موريتان مساوي عندهم سنوك وكلها والبيضاء وشبه ذلك متقدم عندهم